السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب الحلوين؟ احنا ما زلنا في موديول النيوروساينس وبنكمل فيه كده الأجزاء اللي واقفة معاكم. النهاردة احنا في البيز اوف ذا برين، وهناخد الانتر بيدانكلر فوسا. سؤال صغير وسؤال مضمون جدا جدا، ومفيش فيه تفاصيل كتيرة ورغي فيه، فاحتمال ان هو يبقى شورت كويستشن سهل، يعني ما يبقاش مش محتاجة جزء من موضوع كبير. يعني تعالوا كده نبتدي، قبل ما نبتدي في البيز اوف ذا برين وقبل ما ناخد الانتر بيدانكلر فوسا، نبتدي بس نشوف نظره سريعه كده على الفيو المختلفه للبرين. تفرق معانا في ايه الفيو المختلفه للبرين؟ احنا طول ما احنا بنذاكر اناتومي متفقين ان احنا بنذاكر بالصور. الفيو اوف ذا برين المختلفه بتفرق معانا طول ما احنا بنشوف في سكاشن معين اشوف فيها حاجه، في سكاشن معين ما ينفعش ان انا اشوفها في الفيو دوت، فاضطر اجيب لها فيو تاني وهكذا. كان اول فيو للبرين وانا باصه كده لاترال فيو، انا بصه كده ساجيتال او لاترال فيو، ايه المنظر ده؟ انا كده بص البرين من لاترال، انا شايفه كده ده انتيرير وده بوستيرير، واتفقنا ان احنا بنعرف ازاي انتيرير من بوستيرير. احنا كده عندنا الفرونتال بول اهو، وادي التمبرال بول اهو، وهنا الاوكسيبيتال بول. فانا كده ديت الفرونتال لوب كلها، وهنا البرايتال لوب كلها، وهنا ادي التمبرال لوب كلها، وهنا الاوكسيبيتال. طيب، وكان عندنا في سالكس مهم قوي كان اسمه لاترال سالكس، وكان في سالكس تاني مهم بيكستند للميديال سيرفيس سميناه سنترال سالكس. وبناء عليه كان فوق اللاترال سالكس وانتيريور للسنترال سالكس كان الجزء ده اللي كان اسمه فرونتال لوب، وكان البروميننس بتاعه الانتيريور كان اسمه الفرونتال بول. وكان البلو اللاترال سالكس كان كل الجزء ده كان اسمه التمبرال لوب، وكان البروميننس بتاعه انتيريور كان اسمه التمبرال بول. وكان behind the central sulcus بس above the lateral sulcus كان الجزء ده اللي كان اسمه البرايتال لوب. اللي كان occipital بقى الموست occipital كان ده الoccipital لوب، وما كانش فيه اختلاف خالص، ما كانش فيه مشاكل، وعمل لنا بول صغير اسمه الoccipital بول. فانا كده عرفت ان انا كده anterior باتنين بول، وعرفت ان انا كده posterior بسنجل بول. تاني حاجة، وانا بص lateral view كده، فانا شايفة هنا السربيلم، وشايفة جزء من البونس، وشايفة جزء من المدلة، وكمليتها الspinal cord مش شايفاها بقى هنا في الرسمة. يبقى انا كده بصه لاترال فيو، وكانت الرسمه ديت احسن رسمه انا بدرس فيها الفانكشنال ارياز، احسن رسمه انا بشوف فيها السلكاي والجيراي اللي موجوده على اللاترال سيرفيس، كانت اكتر رسمه فيها بشوف فيها الفانكشنال ارياز اللي موجوده في الفرونتال والبرايتال والاوكسيبيتال والتمبرال وهكذا. جينا بعد كده لو انا اخدت ساجيتال قطعت بقى اللاترال فيو دوت قطعته كده، فانا كده ببص انا شايفه كده الميديال سيرفيس اللي جوه. وايه اللي عرفك ان ده الميديال سيرفيس؟ انا شايفه الاستراكشر دوت اللي هو اكبر كوميشرال فايبر اللي معانا في الوايت ماتر اوف سيريبرال هيمسفير، لسه ان شاء الله المحاضره اللي جايه او اللي بعدها. الوايت ماتر اوف سيريبرال هيمسفير كان اكبر كوميشرال فايبر. يعني ايه كوميشرال؟ كوميشرال يعني بتكونكت، يعني عامله زي البريدج كده زي الكوبري، بتكونكت التو سيريبرال هيمسفير مع بعض، وكان اسمها الكورباس كالوزا. انا وانا او اي فيو انا شايفه فيه الكورباس كالوزا يبقى انا كده ميديال، فاتفقنا ان كل ده كان الميديال. لو انا كده انتيريور وكده بوستيريور، وادي السربيل لما هو فعرفت ان انا كده بوستيريور، يبقى هنا كده كانت الاوكسيبيتال لوب اهي، وهنا كده انتيريور، فادي كده الفرونتال لوب، بس انا على الميديال سيرفيس، يبقى انا كل ده الميديال فرونتال اريا او الميديال سيرفيس اوف فرونتال لوب. ادي الكوربس كالوزم، وادي الاستراكشر اللي احنا قلنا عليهم المره اللي فاتت، يمكن فاكرين منهم جزء، كان هنا اللاترال فنتركل الانتيريور هول، وهنا كان الثيرد فنتركل، وهنا كده كان الفورث فنتركل. طب امال مين دول؟ دي كانت اجزاء البرين ستيم اللي كان فيها الميد برين اللي فوق، وبعد كده البونز، وبعد كده المظله اللي بتكمل بالسباينال كورد. طيب يعني كل السكشن ده كده اسمه الساجيتال فيو. احسن حاجه في الساجيتال فيو ان انا اشوف ايه؟ لو انا في الميديال يبقى انا هشوف مين؟ هشوف الكوربس كالوزم كويس، هشوف الاستراكشر اللي موجوده هنا اللي هي الفورث او الثيرد او اللاترال فنتركل، هشوف بقيه الاستراكشر اللي هنجي لها المره اللي جايه. لو انا جيت هنا كده انا كده بص سوبيريور فيو، يعني انا كده جايه على الشخص كده ومقعداه هو على كرسي وانا بص عليه من فوق، انا شايفه السوبيريور فيو بتاع البرين من فوق خالص. فانا شايفه كده التو سيريبرال هيمسفير، وادي اللونجيتودينال فيشر اللي في النص اللي ما بينهم، اللي انا لو فتحته هلاقي فيه ستراكشر كتيره مهمه. انا باصه كده على البرين من فوق، وشايفه الفرونتال لوب برده، وشايفه البرايتال، وشايفه الاوكسيبيتال، نفس كلامنا بقى، ما اختلفناش في التسميات. طيب الجزء بقى ده انا كده بص inferior view، يعني انا كده بص على البرين من تحت، ودي الرسمه ديت اللي انا اتسالت فيها كتير جدا، يا دكتور هو احنا السوبرفيشال اتاتشمنت اوف كرينيال نيرفز معانا؟ السوبرفيشال اتاتشمنت اوف كرينيال نيرف معانا؟ السؤال ده يعني سؤال مضمون برضو. لو انا سالتك السوبرفيشال اتاتشمنت اوف كرينيال نيرف، احنا اوريدي انتوا اوريدي مذاكرينها وعارفينها، بس انتوا الاسم نفسه والعنوان ملخبطكم.
الاتاتشمنت اوف كرينيال نيرفز هي في البرين ستيم، فاماكنهم في البرين ستيم خلاص بقت محفوظه، يعني اماكنهم في البرين ستيم انتوا عارفينها احسن مني دلوقتي، فالدنيا مش محتاجه لخبطه. يعني رسمه زي ديت لمت لك الدنيا كلها، مين طلع قدام، مين طلع من البونس، مين طلع من المظله، مين طلع انتيريور عند السريبرم، مين طلع من الميد برين، ما كانش فيها لخبطه. الرسمه اللي فيها السوبرفيشال اتاتشمنت للكرينيال نيرفز هي ديت الانفيرير فيو اوف ذا برين، او هي ديت اللي اقدر اقول عليها البيز اوف ذا برين، يعني انا قلب البرين لتحت وبص عليه. فجت لنا الرسمه ديت، ادي الرسمه ديت، احنا مش حاطين فيها كل الكرينيال نيرفز هنا، يعني الرسمه ديت الفرق بينها وبين الرسمه اللي فاتت ان انا في الرسمه اللي فاتت حاطه الكرينيال نيرفز، هو هو نفس البوزيشن ده، هو هو نفس الفيو ده اللي انا بقدر اشوف عليه البلاد سبلاي اللي احنا لسه هناخده. البلاد سبلاي الفاسكولاريتي بتاعه البرين، الفيرتيبرال ولا البازيلر ولا البوستيريور سيريبرال ولا الانترنال كاروتيد ولا الانتيرور سيريبرال، ايا كان انا بشوف الرسمه بتاعه البيز اوف ذا برين وبشوف السيركل اوف ويلس في المنظر ده. طيب احنا بس عايزين نعرف النهارده، مش هناخد كل البلاد سبلاي دوت ولا هناخد كده، انا بس عايز اوريك هو فين البيز اوف ذا برين، هو ده البيز اوف ذا برين. تمام، فانا شايفه كده ادي ابتدى الاتش شيب هورن في سباينال كورد، فيبقى انا فوقيه كده هنا المدله، فوقيه هنا كده كانت البونز، فوقيه هنا كان الميد برين على طول اللي داخل جوه في السريبرم، وادي كل الفرونتال لوب اهو، وادي التمبرال لوب اهو، وادي السريبيلم زي ما احنا، فانا كده بص على البرين من تحت. تمام كده، هي نفس الرسمه بس انا ليه حاطه لكم رسومات كتيره علشان يبقى المناظر واضحه قدامنا. هنا الرسمه بس شملت بقى الاثنين، الكرينيال نيرفز مع البلاد سبلاي. الرسمه كالكعت يا دكتور؟ لا، الرسمه ديت انت البرزنتيشن هتفضل معاك. الرسمه ديت بعد احنا ما نخلص كل الكرينيال نيرفز الاتاتشمنت وتذاكرها ونخلص كل البلاد سبلاي ونخلص البيز اوف ذا برين، فالرسمه ديت لما لك كذا حاجه وهي ليبلد كل البيانات بتاعتها، فالرسمه عندك هتقعد بقى تذاكر وتراجع عليها، دوت فيه كذا ودوت الكرينيال نيرف كذا، طب دوت فيه هنا ايه، دوت فيه هنا ايه. طيب احنا نبتدي النهارده بقى في البيز اوف ذا برين. احنا كل الجزء دوت اسمه البيز اوف ذا برين، احنا هنشرح بس النهارده في الجزء الصغير ده، الجزء الصغير دوت اللي اسمه الانتر بيدانكولار فوسا، وهنعرف ليه اسمه الاسم ده. امال الجزء الثاني اللي انتوا بتسالوني معاه اللي بتسالوا فيه بقى يا دكتور، هو الانتيريور بارت اوف بيز اوف برين دوت معانا؟ احنا لو سألنا الانتر بيدانكولار فوسا يبقى انا بتكلم على الجزء ده بس، لو انا بتكلم على الانتيريور بارت اوف بيز اوف برين يبقى انا بتكلم على الجزء ده اللي هو فيه الاولفاكتوري بالب واللي هو فيه الاولفاكتوري تراك واللي هو فيه الجزء دوت اللي في الفرونتال لوب هنا. انا لو هتكلم على الانتر بيدانكولار فوسا يبقى انا بس يهمني الجزء ده السنترال بارت، لكن انتيريور بارت اوف بيز اوف برين يبقى انا بتكلم هنا انتيريور على الاولفاكتوري بالب والاولفاكتوري تراك. فبالتالي لو انا سؤالي انتر بيدانكولار فوسا انا ماليش علاقه خالص بالانتيريور بارت اوف بيز اوف برين. تمام، طيب نيجي بقى للجزئيه الجميله دي. اول جزئيه في الانتر بيدانكولار فوسا ان انا اعرف مكانها فين اصلا، هي مكانها فين بقى الفوسه بقى اللي عمالين نرغي عليها كتير دي، هي دي الفوسه دي، ادي الفوسه دي. الانتر بيدانكولار فوسا ديت مكانها، هل هي مكانها في الانتيريور بارت اوف بيز اوف برين ولا في السنتر ولا بوستيريور؟ لو انا قلت لك البيز اوف برين الرسومات اللي فاتت، فالانتر بيدانكولار فوسا هي موجوده تقريبا هي موجوده في السنتر، يبقى هي موجوده في السنترال ريجن في البيز اوف ذا برين. جميل قوي. طيب في السنترال ريجن هنا لو انا قلت لك ان تحت هنا كده نمبر 3 ديت على البونز، وهنا كده كانت بدايه الميد برين، هي الرسمه بس عشان مش لما هنعملها فوكس في الرسمه اللي جايه هيبان اللي انا بقوله. في الجزء ده كده كان هنا في الميد برين، والميد برين هنا اللي فوق البونز على طول، وده داخل على طول في السيريبرم، فيبقى في الجزء دوت اقدر اقول ان الفصه ديت هي قدام الميد برين، او مش قدام الميد برين، يعني اقدر اقول انها على الميديال سايد اكتر اوف ميد برين. يبقى الفصه ديت مكانها في السنترال ريجن، في السنترال ريجن اوف بيز اوف ذا برين، اقدر اقول انها موجوده ميديالي للسيريبرال بيدانكل، اقدر اقول انها موجوده ميديالي للميد برين زي ما هنشوف في الرسمه اللي جايه. طيب ممكن تقول لنا في الرسمه ديت بس ايه الباوندرز ونرجع نعدها تاني في الرسمه اللي جايه؟ الباوندرز للانتر بيدانكولار فوسا ديت وهي عباره عن ايه؟ لو انا قلت لك ده كده كان الكرينيال نيرف الاول، ده كده كان الكرينيال نيرف الاولفاكتوري، خلاص ده كده الاولفاكتوري تراك الاولفاكتوري نيرف، يعني ماشي ده كده الاولفاكتوري نيرف اللي هو كرينيال نيرف نمبر واحد، ده كده اللي ماشي مكمل كده واحنا قطعناه، ده كده اللي اسمه الاوبتيك نيرف كرينيال نيرف نمبر اتنين. الاوبتيك نيرف اليمين مع الاوبتيك نيرف الشمال الاثنين بيعملوا كروسنج مع بعض، بيعملوا اللي هي عند نمبر 1 ديت اللي اسمها الاوبتيك كازما. الاوبتيك كازما ديت اللي هي الاكس شيب او الكروسنج بتاعهم هما الاثنين مع بعض. بعد الاوبتيك كازما ما تنسوش احنا هنا اسمه اوبتيك نيرف واوبتيك نيرف واوبتيك كازما. بعد الاوبتيك كازما بنرجع نتقسم لاثنين اوبتيك تراك، اوبتيك تراك رايت سايد او ليفت سايد. يبقى انا عندي دلوقتي ثلاث حاجات باللون الاصفر اللي هي الاوبتيك نيرف والاوبتيك كازما والاوبتيك تراك والاوبتيك تراك.
على فكرة هم دول الثلاثة عملوا لنا اتنين باوندرز مهمين. الأوبتيك كازما لو أنا هي دي الفصة كده بتاعتي اللي في النص اللي أنا بشاور عليها بالبوينتر، أدي الأوبتيك كازما بقت هي الأنتيريور باوندرز للإنتربيدانكولار فوس. طب الأوبتيك تراك بقت هي اللاترال، هل هي كل اللاترال ولا الأنترولاترال؟ هي الأنترولاترال فعلا، الأنترولاترال يعني أنا لاترال بس القدام. طيب الجزء دوت، الجزء اللي أنا شايفة عليه البازل الأرتري ده اللي أنا شايفاه ده اللي أنا بشاور عليه بالبوينتر، هي دي البونز. فالبونز أقدر أقول عليها إنها إيه؟ بوستيريور. يبقى كأن الأوبتيك كازما قدام والبونز هي اللي إيه؟ هي اللي بوستيريور. طب أنا يا دكتور شايفة أدي كده الأولفاكتوري نيرف كرينيال نيرف نمرة واحد، وأدي الأصفر التاني الأوبتيك نيرف كرينيال نيرف نمرة تلاتة، يبقى دوت نمرة أنهو كرينيال نيرف؟ نمرة تلاتة. أنا قلت الأوبتيك نيرف كرينيال نيرف نمرة اتنين، سوري كرينيال نيرف نمرة اتنين، وأدي الأوكيلو موتور نيرف اللي هو كرينيال نيرف نمرة تلاتة، وأدي أربعة أهو اللي جاي بيشاور لنا من ورا الباي باي أهو، أدي كرينيال نيرف نمرة أربعة. يبقى احنا دلوقتي الباوندرز، نرجع تاني الباوندرز عشان ما نتوهش. الباوندرز كانت قدام من الاوبتيك كازما، كان لاترالي من الاوبتيك تراك، كان بوستيريور من البونز. طب لو جينا للرسمه الكروكيه ديت، هي كروكي جدا بس جميله. الرسمه الكروكيه ديت موضحه الدنيا قوي، موضحه ان انا ادي الاولفاكتوري نيرف والاولفاكتوري بالب والتراك بتاعتنا قدام، فده كده الانتيرير بارت اوف بيز اوف برين. لو انا بتكلم على الانتر بيدانكولار فوسا يبقى هي دي. ليه سميناها انتر بيدانكولار فوسا الاول؟ لان الجزء دوت اللي من الميد برين اللي ما كانش باين كويس في الرسمه اللي فاتت، انه كان داخل دبد جوه السيريبرال هيمسفير، محشور جوه السيريبرال هيمسفير على طول، فالجزء ده اللي كان اسمه السيريبرال بيدانكل. فما بين الاثنين بيدانكل، ما بين الاثنين سيريبرال، لان في سيريبيلر بيدانكل لو فاكرين، ما بين الاثنين سيريبرال بيدانكل، فهو ما بين الاثنين بيدانكل فسميناه الانتر بيدانكولار فوسا. يبقى انا هنا في المكان دوت انا اسمي انتر بيدانكولار فوسا، قدامي الاوبتيك كازما، انترولاترال ليا الاوبتيك تراك، بوسترولاترال ليا هي السريبرال بيدانكل بوسترولاترال، وموست بوستيريور هي مين؟ هي الابر بوردر اوف بونز. يا رب تكونوا فاهمين. طيب ممكن تقول لنا ايه اللي مهم ليها؟ احنا دلوقتي عرفنا السايت انها سنترال ريجن اوف بيز اوف ذا برين، عرفت انها ميديال للسريبرال بيدانكل، ممكن اقول انها ميديال للميد برين وخلاص، ممكن اقول انها ان فرونت اوف بونز، اي تعريف ليك يعني، احنا مش مشترطين تعريف معين، قول اي تعريف يناسبك. الباوندرز بتاعتنا تهمني الاوبتيك كازما، الاوبتيك تراك، السيريبرال بيدانكل والبونز. ايه الحاجه الثانيه اللي مهمه فيها؟ الكونتنتس. احنا في الانتر بيدانكولار فوسا هيهمني اربع عناوين: السايت، الباوندرز، الكونتنتس، الابلايد، او ايه الفانكشن بتاعتها. يعني الانتر بيدانكولار فوسا مهمه في ايه؟ ان انت عامله لها محاضره لوحدها. احنا خلصنا السايت، خلصنا الباوندرز، هنتكلم في الكونتنت. اول حاجه في الكونتنت الحته اللي انا شايفاها الاليفيتد دي، الحته الاليفيتد ديت خلي بالنا احنا في البيز اوف ذا برين، يعني انا باصه من تحت، فانا كده الجزء دوت اللي انا شايفاه اليفيتد ده، الجزء اللي انا شايفاه اللي عامل زي البروميننس ده، اسمه تيوبر سينيليوم. التيوبر سينيليوم دوت جزء اليفيتد، هو عباره عن جزء من جراي ماتر، هي على طول ورا الاوبتيك كازم. جميل، ده مكان. لو انا نزلت منها انفيريور ازاي؟ انا كده طالعه سوبيريور؟ لا، ما احنا كده باصين، انا كده قلب البرين وحطها على التيبل كده وببص عليه، فيبقى انا كده المنظر ده وانا بص انفيريور. لو رجعته تاني لمكانه يبقى انا كده الجزء دوت بيكستند منه انفيريور. يا رب تكونوا فاهميني. يعني انا كان لو انت حاطط البرين كان ايديك كده وانت حاطط البرين وبص عليه من تحت، انت اللي بص عليه من تحت، فالجزء اللي نازل لك من تحت هو ده الجزء اللي انت اول حاجه هتشوفها الانفانديبرم، تطلع معاها لفوق هتلاقي التيوبر سينيديوم ده. الانفيريور سيرفيس بتاع التيوبر سينيديوم، يعني اللي هو الجزء اللي من تحت من التيوبر سينيديوم دوت، هيديني اتاتشمنت لحاجه اسمها انفانديبلم. انفانديبلم دوت اللي هو الجزء من البيتيوتري، من البيتيوتري جلاند، من البوستيريور لوب بتاع البيتيوتري جلاند. اخدتوه انتوا قبل كده في مديول اندوكراين وجايبه لكم ليه رسمه حلوه. طيب لو انا قلت لك ده اول كونتنت معانا التيوبر سينيديوم وبعديه الانفانديبلم، طب ايه كونتنت تاني مهم؟ الكونتنت التاني المهم الحاجتين اللي عاملين زي البروزين الاثنين كده، اللي زي شكل البريست كده، اللي اسمهم الماميلاري بادز. الماميلاري بادز دول الاثنين الصغيرين، الكورتين الصغيرين اللي هم زي راوندد اليفيشن كده، موجودين اون ايتش سايد. يعني انا شايفه اثنين، لو انا كده عامله ميديان بلين في النص، فهم دول الاثنين موجودين اون ايتش سايد اوف ميديان بلين. هم تقريبا لو انا كده ماشيه في الانتر بيدانكولار فوسا، يبقى هم تقريبا اون ايتش سايد من الميديان بلين اللي في النص، وهم تقريبا في نص الفوسا بالظبط، في الميدل بارت بتاع الانتر بيدانكولار فوسا. طيب لو رجعنا لورا شويه هلاقي في جزء متخرم كده، الجزء اللي متخرم ده بوستيريور، لان انا شايفه في حاجه تانية متخرمه انتيريور. لو انا كده قدام وكده ورا، انا شايفه جزء متخرم قدام فسميناه انتيريور بيرفوريتد سابستانس. يعني ايه بيرفوريتد؟
perforated يعني متخرمة، و anterior فهي قدام. الجزء الانتيريور دوت مخروم علشان في سنترال برانش من ارتريز هتدخل في المكان دوت عشان تدخل لجوه سبلاي الكورتيكال اريز جوه، وهتسبلاي حاجات من الداينكفال. نفس الفكره الكورد البوستيريور بيرفوريتد سابستانس دي اللي هي موجوده بوستيريور برضو متخرمه، نفس الفكره هيجي لها سنترال برانشز كمان شويه هتدخل فيها عشان تدخل سبلاي جوه في الثالاموس او طب سبلاي الاجزاء اللي جوه من البرين. طيب كان الكرينيال نيرف ده كان باين احلى في الرسمه اللي فاتت. احنا لو كنت قلت لك كده نمره واحد اورفاكتوري، وكده نمره اتنين الاوبتيك، وادي نمره تلاته الاوكيولوموتور نيرف. ادي الاوكيولوموتور نيرف، على فكره انا خلصت الكونتنت. نمره واحد كان التيوبر سينيليوم اللي مكمل انفيريور بالانفانديبلوم، نمره اتنين الماميلاري باديز اللي كانوا موجودين اون ايتش سايد من الميديان بلين، وهما تقريبا موجودين في الميدل اوف ذا فوسا، واقدر اقول الماميلاري باديز دول شكلهم هما اتنين rounded elevation، اتنين small rounded elevation. طيب وبعديها البوستيريور perforated substance، والبوستيريور perforated substance ديت موجودة ورا الماميلاري بادز، والبوستيريور perforated substance تقريبا هي موجودة في الانجل اللي ما بين السريبرال بيدانكل وما بين البونز من الرسمة كده، ما بين الزاوية اللي من السريبرال بيدانكل وما بين البونز. طيب فايدتها ايه البوستيريور perforated substance؟ طالما هي متخرمة كده يبقى هي اكيد في سريبرال arteries، في artery مهم هيدخل جواها عشان هيخرمها على او هيدخل من الخروم ديت علشان يدخل يسبلاي كورتيكال اريز جوه، او هيسبلاي الداين كفلون، هيسبلاي اي حاجه جوه البرين. طيب واخر كرينيال نيرف اللي شفناه هنا، ده الاوكيولوموتور نيرف. طب الكرينيال نيرف ده يا دكتور التروكلير اهو باين معانا في الرسمه. لا التروكلير ده مش معانا، مش كونتنت معانا. ليه؟ هي الفصه اهي، الفصه الدايموند شيب اللي انا بشاور عليها دي. لا الاولفاكتوري نيرف معانا ولا التروكلير نيرف معانا، يبقى انا الاونلي كرينيال نيرف اللي موجود معايا جوه الفصه هو الاوكيولوموتور نيرف. الاوكيولوموتور نيرف زي ما انتوا فاكرين في موديول الماسكول سكيليتال كان هو اللي مسؤول عن الاكسترا اوكيولار ماسل، كل الاكسترا اوكيولار ماسل ما عدا تو ماسلز. طيب نرجع بقى للرسمه بتاعتنا دي تاني عشان نقول الكونتنتس بالراحه ونشوف كل واحده مكتوب عليها ايه. ادي الانتر بيدانكلر فصه. طب الانتر بيدانكلر فصه كان ايه الباوندريز؟ اوبتيك كازما قدام، اوبتيك تراك انترو لاترال، السريبرال بيدانكل المفروض اللي موجوده هنا فهي بوسترو لاترال، الموست بوستيريور كان البونز. الكونتنت بتاعتها كانت بسيطه وعبيطه، كانت تيوبر سينيليوم اللي هو الجزء الاليفيتد دوت من جري ماتر بيدي للانفانديبلوم بتاعت البيتيوتري جلاند، جاي لنا في رسمه احلى. ادي الاثنين راوندد اليفيشن اللي اسمهم الماميلاري باديز، هنعرف ايه الفانكشن بتاعتهم وايه الافرنت والافرنت بتاعتهم حالا. ادي الاوكيولوموتور نيرف اللي هو كان الكرينيال نيرف الوحيد اللي موجود معانا جوه الانتر بيدانكلر فوسه. الاوكيولوموتور نيرف هل ده موجود بوستيريور ولا موجود انتيريور؟ طبعا هو موجود بوستيريور، فهو اللي موجود في البوستيريور بارت اوف فوسا جاست ميديال. ايه المكان بتاعه؟ مهم جدا جدا جدا، مهم كلينيكالي ومهم لينا. ان الاوكيولوموتور نيرف جاست ميديال لمين اللي موجوده هنا اللي ما كانتش باينه في الرسمه ديت، باينه في الرسمه اللي فاتت، ميديال للسريبرال بيدانكل اوف انتر سريبرال بيدانكل اوف ميد برين. مهم دي يا ولاد، الاوكيولوموتور نيرف هنا او هنا هو موجود ميديال للسريبرال بيدانكل اللي انا حاطه عليها النورد كده بالظبط، ميديال للسريبرال بيدانكل. ايه السريبرال بيدانكل دي؟ ده جزء من الميد برين، اول جزء من الميد برين اللي طالع للسريبرال، ده الدراع بتاع الميد برين اللي طالع للسريبرال. طيب ممكن بقى تقول لنا ايه الماميلاري بادز بقى اللي عماله تشرح لنا فيها كتير دي؟ انا عارفه ان الجزء ده مش معانا. الماميلاري بادز ديت عباره عن كورتين صغيرين كده. تعالوا نبتدي القصه من بدري شويه. احنا عندنا في سيستم مهم جدا جدا اسمه الليمبك سيستم. خلاص الليمبك سيستم دوت مسؤول عن حاجات كتيره، او مسؤول عن الايموشن، ومسؤول عن الميموري، ومسؤول عن ليه فانكشن كتير. الجزء من الليمبك سيستم مش اهم جزء، بس جزء من الليمبك سيستم هو الهيبوكامبس. الهيبوكامبس دوت يعني يمكن سمعناه في المحاضرات، اللي ما سمعهوش هياخد بس منه الجزء اللي انا محتاجاه دلوقتي. بس انا ما بحبش ان انتوا تحفظوها كده على طول، الحفظ على طول من غير ما تكون ليها مرجعيه في دماغنا بنساها بعد دقيقتين. لازم اكون فاهمه الجزء الاول قبل ما احفظه. الهيبوكامبس ده كان عباره عن الهيبوكامبس دوت كان عندنا اثنين هيبوكامبس، كل هيبوكامبس مع بعضه بيتحدوا كده ويعملوا لنا حاجه اسمها الكولن اوف فورنكس، ده وده، والاثنين دول مع بعض بيتحدوا بحاجه اسمها هيبوكامبال كوميشر، وبعد كده يرجعوا يتقسموا تاني. ده كان الكل على بعضيه اسمه الفورنكس، هنحتاجه النهارده ونحتاجه في المحاضره اللي جايه. الفورنكس دوت بيرجع يتقسم لاثنين كولمز، اثنين كولمز قدام، انا كده بوستيريور وكده ورا. الاثنين كولمز اللي قدام دول بينتهوا في الماميلاري بادز. يعني انا عندي الاكسونز ماشيه من الهيبوكامبس اهو، وتطلع تتجمع من الهيبوكامبس لحاجه اسمها الفورنكس،
والفورنكس ده هيتوصل مع بعضه الاثنين، يعني هو سنجل فورنكس لكن اثنين هيبوكامباي. الفورنكس ده هيرجع يتقسم لاثنين كولمز انتيريور اللي بينتهوا في الماميلاري بادز. طيب هل انا محتاج ان انا اقول لك الماميلاري بادز دلوقتي هي بتاخد الافرنت بتاعها منين؟ يعني تجي لها الفايبرز بتاعتها منين؟ تجي لها الاكسونز بتاعتها منين؟ السيجنالز اللي انت عايزاها في السيستم المهم اللي بتقول عليه اللي اسمه ليمبك سيستم هتجي لها منين؟ مش محتاجه بقى، خلاص انا جايه من الكولم اوف فورنكس، واحنا عرفنا ايه هو الفورنكس ده، ده هو الاكسونز اللي طلعت من هيبوكامبس. تمام كده، مش مهم ايه تفاصيلنا النهارده، بس انا عرفت ان في حاجه عندنا اسمها هيبوكامبس، كل واحد منهم كمل بالفورنكس، الفورنكس هو واحد، لينا بادي اوف فورنكس اهو، واتقسم بعد كده الاثنين كولم اوف فورنكس، انتهينا في الماميلاري بادز. يبقى الماميلاري بادز اخذت الاكسونز بتاعتها او الافرنت بتاعتها منين؟ من الكولم اوف فورنكس، دي اول واحده. طيب انت هتوديها لمين؟ هودي الفايبرز دي هوديها لمين يعني؟ اجي الهيبوكامبس اهو، اجي الهيبوكامبس اهو، والرسم ده شرحناها وقت المحاضرات، وازاي كانت الفيمبريا وبدانا ازاي وعملنا ايه، شرحنا كل التفاصيل دي. النهارده ما يهمنيش كل الكلام ده، يهمني اجي الهيبوكامبس اهو، البيس هيبوكامباي اللي كانت بدات الاول اللي زي رجل الانيمالز اهي، وادي كده الهيبوكامبس طلع وعمل لنا حاجه اسمها الفورنكس، والفورنكس دوت كان سنجل بادي واتقسم لاثنين كولم من انتيريور، والاثنين كولم من انتيريور كانوا انتهوا في حاجه اسمها الماميلاري بادز. فكان ما نستغربش لما اقول لك الماميلاري بادز بتريسيف الافرنت اوف كولم اوف فورنكس، تمام، او الفورنيسز الاثنين يعني الاثنين كولم من الكولم اوف فورنكس هي كانت بتريسيف الافرنت فيهم الماميلاري بادز. طب وبعدين بعد ما اخذت الافرنت الليمبك سيستم دوت اللي منكم قرا او اللي منكم عارف الليمبك سيستم هو كان عباره عن سيركل، يعني كان عباره عن دايره بتروح لكذا حاجه كل واحد بيسلم لحاجه ثانيه. كنا بدانا من عند الهيبوكامبس وانتهينا في الكولم وانتهينا عند الماميلاري بادز وما كانتش ديت نهايتنا، كنا بعد كده كملنا سكه ثانيه. ان واحده من السكك اللي بتكمل بعد كده ان الماميلاري بادز بتسلم لغايه الثالاموس، هي ديت الثالاموس. الثالاموس هنعرفها لما نيجي ناخد الداين كافالون. الثالاموس هي عباره عن دايره كده وبلاقي فيها زي الزرار كده دوت اللي بيكون الادهيجن اللي رابطه ما بينها وما بين اختها الناحيه الثانيه، احنا عندنا اثنين ثالاموس. الادهيجن دوت هو دوت اللي بيعرفني ادي الثالاموس اهي. الماميلاري بادي بتسند الافرنت بتاعتها لغايه الثالاموس عن طريق تراك اسمها ماميلو من عند الماميلاري يعني ثالاميك تراك. يبقى انا دلوقتي عرفت الماميلاري باديز، عرفت عنها الجملتين. الاول مكانها وشكلها طبعا سمول وراوندد اليفيشن، كان موجود على الناحيتين من الميديان بلين تقريبا في السنتر بتاع الانتربدنكلر فوس في الميدل بارت. الافرنت اخذت من الكولم اوف فورنكس، احنا عرفنا تقريبا ايه هو الاوهي والفورنكس وايه هي الكولمز اوف فورنكس. الافرنت هي ودتها لغايه الثالاموس، الثالاموس ده كان اكبر جزء واهم جزء من الداين كافالون، ودتها لغايه الثالاموس عن طريق التراك اللي اسمها ماميلو ثالاميك تراك. تمام كده؟ طيب اكتر من كده انا مش عايزك تعرف تفاصيل بالنسبه للماميلاري بادز. طيب نرجع بقى للتيوبر سينيليوم، هل عايز تزودي جملتين تانيين كده على التيوبر سينيليوم؟ انا عايز اقول لك بس ان التيوبر سينيليوم ده الجزء ده انا كده شايف الاول ده ميديال فيو او ساجيتال سكشن اهو، فانا شايفه كده في الميديال فرونتال اريا وشايفه ادي الكوربس كالوزم وادي الثالاموس الزرار بتاعنا وادي الميد برين السيريبرال بيدانكل وادي البونس وادي المضله واللي نازل مكمل بعد كده اللي هي بدل السباينال كورد وادي السيريبيلم بتاعنا. طيب انا مش محتاجه البيانيه الجلاند خالص النهارده، بس انا محتاجه ادي الجزء دوت اللي انا مشوره عليه ده كل ده على بعضيه اسمه الداين كافر. على فكره اكبر جزء في الداين كافر هو الثالاموس، وقلت لكم قبل كده ان الداين كافالون هو الثالاموس ومشتقاتها زي كانا واخواتها كده، كانت هي الثالاموس وكان اللي تحتها اللي فوق الميد برين على طول اسمه السب ثالاموس، وكان اللي قدامها تحتها بس انتيريور كان اسمه الهايبو ثالاموس، اللي انا مشاور عليه ده كله اسمه الهايبو ثالاموس. طيب امال فين الماميلاري بادز اهو؟ ادي الماميلاري بادز اللي عليها النور اهي. امال فين الانفانديبولم او التيوبر سينيريوم بقى اللي انت بتقول عليه التيوبر سينيريوم ده؟ التيوبر سينيريوم اهو، ادي التيوبر سينيريوم اهو اللي طلع منه الانفانديبولم بتاع الجلاند اللي اسمها البيتيوتري جلاند. اخدتوا بالكم ازاي واحنا باصين من تحت؟ فهو اللي مدينا الانفيريور اكستنشن بتاعه، الانفيريور سيرفيس بتاعه هو اللي مدي الاتاتشمنت للانفانديبولم اوف بيتيوتري جلاند. ادي البيتيوتري جلاند اللي اخدتوها في مديول الاندوكراين اللي هي كانت المايسترو لكل الاندوكراين جلاندز في الجسمان. تمام كده؟ انا شايفه كده الهايبوثالاموس اهو. طيب خليك فاكر من الجمله دي. طيب لو انا جيت في الرسمه دي انا كده فوق الثالاموس اللي كان فيها الزرار وادي الهايبوثالاميك سالكس. ايه الهايبوثالاميك سالكس ده؟ ده السالكس او الجروف اللي بيفصلني ما بين الثالاموس من فوق
وما بين الهايبو ثالامس اهي، كل دي الهايبو ثالامس خلاص. طيب امال فين الماميلاري باديز؟ اهي ادي الماميلاري باديز اهي، تمام. طيب امال فين الانفانديبولم ده؟ هو ده الانفانديبولم اهو، ادي هو ده الانفانديبولم، هو ده الانفانديبولم اللي بيوصل لي بمين؟ البوتيتوري جلاند، اللي بيوصل لي ادي البوتيتوري جلاند جايه متشعلقه اهي منها، تمام كده. طيب خلي بالنا ان انا كل الجزء ده، كل الجزء دوت انت بتشاوري هنا على الهايبوثالامس، فكل الكونتنس بتاعت الانتربيدانكولار فوسا يعني معظمها الكونتنس بتاعت الانتربيدانكولار فوسا هي تبع الهايبوثالامس، بس احنا مش معانا الهايبوثالامس. فيبقى انت وانت بتذاكر انت عارف ان انت هنا سواء الماميلاري بادي او الانفانديبولم او التيبر سينيوم او البوستيرير بيرفوريت، انت كل الجزء دوت انت معاك في الهايبوثالامس ككونتنس من الهايبوثالامس، تمام كده. طيب نيجي تاني للرسمه الجميله دي، رسمه جميله جدا جدا. انا كده هنا شايفه، انا هنا كده شايفه الاوبتيك كازما اهو، ادي الاوبتيك كازما وادي الاوبتيك تراك اهو وادي السيريبرال بيدانكل. الرسمه بس اقولها لكم الاول من غير الانيميشن وبعد كده نطلع الاسهم عشان تكونوا انتوا عرفتوه. ادي الماميلاري بادز اهي، وادي التيوبر سينيريوم الاليفيتد اللي قدامها واللي ورا الاوبتيك كازما واللي مطلعه البروزه اللي قدام اللي رايحه لمين؟ رايحه للبيتيوتري جلاند. قدام كان الاولفاكتوري نيرف مش تبعنا، الانتيريور بيرفوريت السبستانس مش عايزاه، ادي البوستيريور بيرفوريت السبستانس اهو، وادي الاوكيولوموتور نيرف. واتفقنا ان الاوكيولوموتور نيرف كان هو الكرينيال نيرف الوحيد اللي كان ميديال للسيريبرال بيدانكل اللي كان موجود از كونتنت اوف انتر بيدانكولار فوس. تعالوا كده نشوف البيانات معانا. ادي الاوبتيك كازما، وادي الاوبتيك تراك كباوندرز، وادي التيوبر سينيريوم ككونتنت، وادي البوستيريور بيرفوريت السبستنس لو اتشاورت على السهم جه تاني، البوستيريور بيرفوريت السبستنس اهي، وادي الماميلاري بادي اللي شاورت على الماميلاري بادي يمين وشمال هما الاثنين، وادي الاوكيولوموتور نيرف اللي كان الكرينيال نيرف الوحيد اللي كان جوه الفصه دي. طيب ايه الكلينيكال ابلايد بتاعت الفصه دي؟ يعني الفصه دي مهمه ليه كمحاضره لوحدها؟ الانتربيدانكولار فصه ديت ممكن تكون بندخل لها كاوبريشن. الانتربيدانكولار فصه ديت المكان بتاعها المكان بتاعها لو في ليجن موجود هنا ميديال للاوكيولوموتور نيرف او ليجن ميديال للسيريبرال بيدانكل، انا بدخل الليجن ليها بدخل في الانتربيدانكولار فصه، وبيقول لك ان هو ديت كايه؟ كسيف انتري زون، يعني مكان سيف تقدر تدخل فيه في العمليات، تقدر تدخل فيها كابروتش من الانتربيدانكولار فصه. يبقى هي اهميتها كلينيكالي انها سيف انتري زون، ان انا اقدر ادخل بيها لو في ليجن موجود ميديال للسيريبرال بيدانكل او للميد برين او للاوكيولوموتور نيرف او في الجزئيه دي، تمام. دي اهميتها كلينيكالي. طيب انا مش هسالكم اسئله كتيره فيها لان هي موضوع بسيط وخالص وسهل، وانا عارفه ان انتوا خلاص لميتوا الدنيا مش محتاج تذاكروا بعد كده. regarding contents of interbranchial fossa select the best answer. trochlear nerve is one of its content. لا لو انا بذاكر من الرسومات بس من غير ما اقرا الكلام مش هينفع، بذاكر من الكلام بس من غير رسومات مش هينفع، لازم الاثنين مع بعض. فلو انا ذاكرت الرسومات لوحدها هلاقي التروكلير نيرف باين في كل الرسومات، لا طبعا هو مش ككونتنت. التروكلير نيرف دوت جاي على الباك، جاي من لاترال كده، موست لاترال مش تبعنا اصلا. موست اوف ذا كونتنت بيلونج تو ذا ثالامس، يعني هل الكونتنت ديت كانت بيلونج للثالامس ولا كانت بيلونج للهايبو ثالامس؟ موست اوف ذا كونتنت كانت بيلونج للهايبو ثالامس، فطبعا دي برضو غلط. انتيرير بيرفوريت سبستانس لايز بيهايند التو ماميلاري بادز، هل الانتيرير بيرفوريت سبستانس كان موجوده ورا الماميلاري بادز ولا اللي كانت موجوده وراهم دي كان اسمها بوستيرير بيرفوريت سبستانس؟ بوستيرير بيرفوريت سبستانس ديت بيرسد باي برانش من البوستيرير سيريبرال ارتريز. انا نسيت اقولها دي، ان البوستيرير بيرفوريت سبستانس هي جزئيه متخرمه كانت عند الانجل اللي تو سيريبرال بيدانكل، هي كانت السنترال برانش البوستيرير، كانت السنترال برانش للارتري هناخده بعدين اسمه البوستيرير سيريبرال ارتري. البوستيرير سيريبرال ارتري من هنا لغايه ما نخلص هتعرف ان هو بيدينا حاجتين مهمين جدا، الثالامس البوستيرير سيريبرال ارتري الثالامس والاوكسيبيتال لوب كله. البوستيرير سيريبرال ارتري بيدينا الثالامس والاوكسيبيتال لوب كله. البوستيرير سيريبرال ارتري عشان يدخل للثالامس لازم يخرم مين؟ البوستيرير بيرفوريت سبستانس، فهي تبقى دي الاجابه الصحيحه خلاص. طيب بالنسبه للكيس ديت انتوا كتير سالني هو الكيس ممكن تجينا ازاي. الكيس ممكن تجيلي اي حاجه، لو انا الليجن اوف سباينال كورد مش معايا او الليجن اوف برين ستيم، مش لازم تكون ليجن من البرين ستيم معانا، مش لازم تكون ليجن من البرين ستيم، يعني الكيس ممكن تجيلي باي حاجه، اتليست البلاد سبلاي احنا معانا البلاد سبلاي، يعني الليجن يعني حدث ولا حرج بقى، كل البلاد سبلاي انتيريور ميدل بقى فيرتبرال بقى عايش بقى.
الكيسز كمان ممكن تيجي في حاجه زي كده، حاجه بسيطه كده. انا دي كيس انا قعدت يعني جبتها وموديفاي عليها، مش انا اللي جايبها كلها، بس قعدت اقلب فيها اغير فيها شويه. ان الكيس ديت ان عيان 28 years old. العيان دوت عنده ايه؟ العيان دوت كان عنده راح للفاسكولار سيرفيس، راح للدكتور الاوعيه الدمويه يشوف ايه المشكله اللي عنده. العيان دوت جاله سادن اونست ديبلوبيا. سادن اونست ديبلوبيا، لما تسمع كلمه ديبلوبيا يبقى وان من الكرينيال نيرف اللي مسؤوله عن الاكسترا اوكيور ماسل هي الافكتد. خلاص ازود لك بقى الفي ويكنس، ازود لك الفي مشكله ثانيه انا مش قصتي النهارده. الام ار اي ريفيلد في ليجن لوكيتد في الليفت ميد برين ميديال لوان اوف ذا كرينيال نيرف. هو بيحلها لك، قال لك ان الام ار اي باين ان في ليجن اهو موجود في الليفت ميد برين. الليجن دوت بيكون ميديال لوان من الكرينيال نيرف، بس هو ما قالكش هو فين. طيب من منظرها كده الكيس ديت، بغض النظر عن الحاجات اللي ممكن تبقى ملخبطاكوا، بس انا مش عايزه يعني مش عايزاك تبقوا مخضوضين من شكل الكيس نفسها، بس اسم الكيس. انا في عيان جاله ديبلوبيا والليجن كان ميديال للميد برين وجاي في كرينيال نيرف. طيب ايه اسم الفصه اللي لوكيتد ميديال للميد برين؟ عبيط جدا السؤال، يعني الكيس تبان لنا من بره تخض، لكن لما تيجي تحل الاسئله هبله. ايه النيم الفصه اللي موجوده ميديال للميد برين، اللي موجوده ميديال للسيريبرال بيدانكل؟ الانتر بيدانكل فوس، ما فيش فيها حاجه. ويتش كرينيال نيرف اللي موجود في الفصه وموست بروبلي هو الكوز اوف ديبلوبيا، يعني ده ناقص يكتبه والله. مين الكرينيال نيرف اللي موجود في الفصه دي؟ هو الكرينيال نيرف الوحيد اللي موجود في الفصه دي هو الاوكيول موتور نيرف. وزودها لك وحلها لك بقى، قال لك ده هو كمان العيان جاي بتشتكي من ديبلوبيا. منشن كلينيكال امبورتنس للفصه، ايه اهميه الفصه دي؟ اتفقنا انها سيف انتري زون للليجن اللي يكون موجود فين؟ ميديال للميد برين. تمام، محاضرة بسيطة جدا جدا وسهلة جدا جدا. أتمنى كده لما تذكروها تلاقوا الدنيا هبلة، الدنيا هبلة، سؤال مضمون. طب طريقة أسئلتنا إيه؟ ممكن أجيب لك إن هو شورت نوتس على الانتربدانكرا فصة عشان أسئلتنا درجاتها صغيرة. ممكن السؤال يكون مثلا إن يمريت الكونتنس اللي موجودة في الانتربدانكرا فصة، ده سؤال. ممكن يقول نوتس على الباوندرز في الانتربدانكرا فصة، ممكن. ممكن تيجي كيس زي ما إحنا بنقولها كده، كيس ان لقيت في ليجن في الاوكيولو موتور نيرف جنب الميد برين، ما فيش غيرها، يعني الموضوع بسيط. يعني انها تيجي كلها كانتر بدنكر فصه سؤال لوحده ممكن برضو تيجي، بس هتبقى ازهمت، يعني احنا مش هيبقى كل واحد في الكونتنس اكتب قدامه كلمتين كده، يعني اتيوبر سينيريوم بس هي الاليفيتد اريا اللي موجوده قدام ورا الاوبتيكازما، بس الماميلاري بادز الافرنت والافرنت بتاعتهم ايه، البوستيريور كان بس فيها البوستيريور سيريبرال ارتري، الاوكيولو موتور نيرف دوت بس كان هو اللي موجود فيها، وشكرا. يعني على حسب السؤال انت هتموديوليت اجابتك، بس اللي نركز فيها اللي هي الكونتنس انها ممكن تيجي ايه شورت نوتس كده على الكونتنت اوف انتر بدنكر فوس. خلاص سؤال بسيط جدا جدا ومضمون 100%، مضمون قوي قوي. يلا اشوفكم على خير كده ان شاء الله يا رب في المحاضره الجايه. يلا السلام عليكم.